بارك يا رب. فصل شريف من بشارة القديس يوحنا الإنجيلي البشير، بركاته تكون مع جميعنا. آمين. في ذلك الزمان كان رجل مريض وهو لعازر من بيت عنيا من قرية مريم وأختها مرتا. ومريم هي التي دهنت الرب الطيب ومسحت قدميه بشعرها، وكان المريض أخاها لعازر. فأرسلت أختاه تقولان ليسوع: يا رب، إن الذي تحبه مريض. فلما سمع يسوع قال: لا يؤدي هذا المرض إلى الموت، بل إلى مجد الله، ليمجد به ابن الله. وكان يسوع يحب مرتا وأختها ولعازر. ومع ذلك فلما سمع أنه مريض بقي في مكانه يومين، ثم قال لتلاميذه بعد ذلك: لنعد إلى اليهودية. فقال له تلاميذه: ربي، منذ قليل حاول اليهود أن يرجموك، أفتعود إلى هناك؟ أجاب يسوع: أليس النهار 12 ساعة؟ فمن سار في النهار لا يعثر، لأنه يرى نور هذا العالم، ومن سار في الليل يعثر، لأنه ليس فيه النور. وقال لهم بعد ذلك: إن صديقنا لعازر راقد، ولكني ذاهب لأوقظه. فقال له تلاميذه: يا رب، إن كان راقدا فسينجو. وكان يسوع يتكلم على موته، فظنوا أنه يتكلم على رقاد النوم. فقال لهم يسوع صراحة: قد مات لعازر، ويسرني من أجلكم كي تؤمنوا أني لم أكن هناك، فلنمضي إليه. فقال توما الذي يدعى التوأم لسائر التلاميذ: فلنمضي نحن أيضا لنموت معه. فلما وصل يسوع رأى أنه في القبر منذ 4 أيام، وبيت عنيا قرية قريبة من أورشليم على نحو 15 غلوة. فكان كثير من اليهود قد جاءوا إلى مرتا ومريم يعزونهما عن أخيهما. فلما سمعت مرتا بمجيء يسوع خرجت لاستقباله، في حين أن مريم ظلت جالسة في البيت. فقالت مرتا ليسوع: يا رب، لو كنت ها هنا لما مات أخي، ولكني ما زلت أعلم أن كل ما تسأل الله فالله يعطيك إياه. فقال لها يسوع: سيقوم أخوك. قالت له مرتا: أعلم أنه سيقوم في الحياة في القيامة في اليوم الأخير. فقال لها يسوع: أنا القيامة والحياة، من آمن بي وإن مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي لن يموت للأبد. أتؤمنين بهذا؟ قالت له: نعم يا رب، إني أؤمن بأنك المسيح ابن الله الآتي إلى العالم. قالت ذلك ثم ذهبت إلى أختها مريم تدعوها. فقالت إليها في السر: المعلم ها هنا، هو يدعوك. وما إن سمعت مريم ذلك حتى قامت بسرعة وذهبت إليه. ولم يكن يسوع قد وصل إلى القرية، بل كان حيث استقبلته مرتا. فلما رأى اليهود الذين كانوا في البيت مع مريم يعزونها أنها قامت بسرعة وخرجت، لحقوا بها وهم يظنون أنها ذاهبة إلى القبر لتبكي هناك.
فما إن وصلت مريم إلى حيث كان يسوع ورأته ارتمت على قدميه وقالت له: يا رب لو كنت ها هنا لما مات أخي. فلما رآها يسوع تبكي ويبكي معها اليهود الذين رافقوها جاش صدره واضطربت نفسه وقال: أين وضعته؟ قالوا له: يا رب تعال فانظر. فدمعت عين يسوع فقال اليهود: انظروا أي محبة كان يحبه. على أن بعضهم قالوا: أما كان بإمكان هذا الذي فتح عيني الأعمى أن يرد الموت عنه؟ فجاش صدر يسوع ثانية وذهب إلى القبر وهو عبارة عن مغارة وضع على مدخلها حجر. فقال يسوع: ارفعوا الحجر. قالت له مرتا أخت الميت: يا رب لقد أنتنا، فهذا يومه الرابع. قال لها يسوع: لم أقل لك إنك إن آمنت ترين مجد الله؟ فرفعوا الحجر، ورفع يسوع عينيه وقال: شكرا لك يا أبتي على أنك استجبت لي، وقد علمت أنك تستجيب لي دائما أبدا، ولكني قلت هذا من أجل الجمع المحيط بي لكي يؤمنوا أنك أنت أرسلتني. قال هذا ثم صاح بأعلى صوته: لعازر هلما فاخرج. فخرج الميت مشدود اليدين والرجلين بالعصائب ملفوف الوجه بالمنديل. فقال لهم يسوع: حلوا ودعوه يذهب. فآمن به كثير من اليهود الذين جاءوا إلى مريم ورأوا ما صنعه حقا. والمجد لله دائماً. فضل عضو. الأخوة والأخوات، النهاردة الأحد الخامس من زمن الأربعين المبارك، وإن شاء الله الحد الجاي بنعيد أحد الزعف. خلاص الوقت سفيه، بتي سفيه بريف. وعشان نحضر نفسنا للأسبوع المقدس، الكنيسة جاية تدينا هذه القراءات، الأولى من سفر حزقيال النبي والتانية من إنجيل القديس يوحنا. ولو خدتوا بالكم من القراية هتلاقوا إنه في علاقة كبيرة بين القرايتين. أول القراية بتقول إيه؟ مين اللي بيتكلم؟ هكذا يقول السيد الرب. مين اللي بيتكلم؟ مين؟ الرب. بيقول إيه؟ الرب: ها أنا ذا أفتح قبوركم. أول فعل أفتح، إيه؟ القبر بتاعك. اللي هو إيه القبر بتاعك؟ هو أنت، أنت القبر وأنا القبر، فأنا هفتحه وأصعدكم من قبوركم. الفعل الثاني أفتح، أصعد من قبرك، أخرجك منه، فتعلمون أني أنا الرب. اليوم اللي هتخرج من قبرك بفعل تدخل الله هتفهم مين اللي خرجك. لكن لو فضلت جوه هتفهم مين اللي خرجك؟ بعيد تاني بقى الرب: حين أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم يا شعبي أجعل روحي، أحط روحي فين؟
فيكم فتحيون. شايف لعازر بيقول له ايه؟ لعازر هلم خارجا، خارج وهو ملفوف بالعصائب باللفافة والمنديل على وجهه، خرج بره القبر فيه الروح اللي ده أجعل فيكم روحي فتحيون. وبعد كده الفعل اللي جاي بعد كده وأريحكم، أريحكم فين؟ في أرضكم. إيه أرضك؟ البيت اللي أنت عايش فيه، الشبرين اللي أنت عايش فيهم، أرضك. طوبى للودعاء لأنهم إيه؟ يرثون الأرض. ما هي الأرض؟ ملكوت السماوات، شركة مع الإخوة. لأنه لما تطلع من قبرك وتاخد روح الله فلست أنت الحي بل المسيح يحيا فيك. في الحالة دي أنت وأخوك اللي خارج من القبر زيك، مفيش حاجة تخبيها عليه ولا يخبيها عليك، كله واضح، كله في النعمة. أنت فيك روح الله وهو فيه روح الله، وأختك وزوجتك وزوجك كله في النعمة. في الوقت ده مادام في شركة بينكم وبين بعض وكل واحد قبره مفتوح وواضح للتاني والمسيح حي فيه، يبقى أنت في ملكوت السماوات دجا من دلوقتي. يبقى لما تموت أنت بتختبر القيامة من دلوقتي، لما تموت بيبقى الملء في حياتك. شفت القراية الأولى حلوة إزاي؟ بيقول كده بعد كده أريحكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الرب تكلمت وفعلت اللي بقوله بعمله. طب فين المشكلة يا شباب في القراية دي؟ عشان بعد كده نخش في الإنجيل. إن الرب بمواقف كتير بيحاول، فاهم يا تكنسيان؟ الرب في مواقف كتير بيحاول يفتح القبر بتاعك، فيبعت لك شوية مواقف عشان تخرجك في النور وتكون نفسك وتكون حقيقي. لكن المشكلة فين؟ ان انت راجل مؤدب، انه باباكي ومامتك يا مدام ربوكي كويس. طب ايه المشكلة؟ هو ايه الغلط الواحد يتربى كويس؟ هتقول لي مارسيل هو الواحد ما يترباش؟ لا يتربى. بس ليه بقول لك دي مشكلة؟ لانه لما ربنا يبعت لك موقف يخليك مش قادر تعمل كنترول على نفسك وقبرك يتفتح ويبتدي يطلع الكادافر، الجثه اللي جوه تبقى معفنه وريحتها وحشه وغضبك يظهر وشرك يبان للناس، تبتدي بقى الادب اللي انت خدته يعمل فيك ايه؟ يقول لك لا ما تعملش كده لحسن الناس تزعل، فاغضب اه بس اتكلم بألفاظ كويسة، خليك مؤدب وذوق ومحترم، يعني اتعامل بأدب. فتعمل ايه؟ تخبي اللي في قلبك وتحط ماسك على وشك وتظهر بطريقة مليانة نفاق. يبقى اللي في قلب حضرتك مش كده نعيم؟ اللي في قلبك غير اللي بيطلع منك. مش كده ربنا حاطط لك زوجة مش أي كلام، تعرف تنرفزك كويس، هي الوحيدة اللي عندها سلطان تخليك تقلع القناع اللي على وشك وتكون في الحقيقة. طب لما تكون في الحقيقة وتخرج برا
القبر بتاعك تعمل ايه؟ تطلب المغفرة. انا اسف، سامحيني. تتعلم تكون انسان متواضع. فربنا بيبعت لك مواقف يومية عشان يطلعك من القبر ويطلعك من القبر. لو ما حطيتش على جنب الادب والتربيه واللي خدته من الرهبات ومن الاسس، وما كنتش نفسك وشفت انت مين بالظبط، مش هتعرف تكون انسان حقيقي. هتبقى انسان ايه؟ بيمشي على حسب الادب اللي تعلمه، لكن في قلبه في نوع تاني من الانسان اللي خايف يطلعه بره. ما دمت خايف تكون نفسك وتكون حقيقتك، عمرك ما هتكون انسان اوتنتيك. بالعربي تبقى ايه؟ اصيل. صح يا نبيل؟ انسان اصيل. مين الانسان الاصيل اللي فيه الاصاله؟ اللي هو انسان حقيقي، راجل زي ما بيفكر وزي ما بيحس بيقول، مش يلعب في لسانه ويلوحه كده، معرفش بيقولوها ازاي، في بقه عشان يطلع الكلام، يبقى غضبان ومتضايق ويعمل لك كده. انسان منافق مش حقيقي. الادب والتربيه مش بيخدموك عشان تكون مسيحي. الأدب والتربية اللي خدتهم في المدارس المسيحية ومن بابا وماما كانوا مهمين جدا في وقت زمان، عشان كانوا بالنسبة لك زي مؤدب مربي، حافظوا عليك من كل الشرور اللي كان ممكن تخش فيها. فكلمة بابا وكلمة ماما وكلمة الرهبة وكلمة القسيس وانت شاب وبتتربى، حافظوا عليك عشان تكون انسان ما يروحش يعمل الشر 100%. طب والنهاردة ما نكمل؟ لا، النهاردة في حاجة تانية. المؤدب للابن لوقت، لكن لما الابن يشيل عنه المؤدب والوصي ويصبح هو ابن للآب حقيقي زي يسوع ابن للآب، يبقى هو الآب الوصي عليه، مش الوصي التاني أو المؤدب اللي كان زمان. دلوقتي هو ابن الآب، وابن الآب بيعيش بإيه؟ بروح الآب يا حبيبي. فمن له روح المسيح هو للمسيح، ومن ليس له روح المسيح لا ينتمي إلى المسيح. ما قالش لو أنت مؤدب حسب التأديب الكويس أنت ابن الله، لا، أنت مش كلام تأديب هنا، ده كلام فيك روح الله أو لا، فيك روح يسوع أو لا. المشكلة لما تيجي المواقف اليومية بتقول وبتوري انت راجل مؤدب واخلاق وذوق او فيك روح المسيح. لما تكون مؤدب وذوق هتدي علامات بتقول انك مؤدب، لكن لما يكون روح فيك المسيح، روح المسيح فيك، هتدي علامات بتوريني ان انت ابن الله، انت زي المسيح. طب وإيه اللي في المسيح زيادة عن كل الناس؟ المسيح هو الله، وهي روح المسيح ظهرت هنا في محبته للأعداء. روح المسيح ظهرت هنا في محبته للأعداء. مش كده الإنجيل ده بيحضرنا للدخول في الأسبوع المقدس. قول لي بقى، ربنا بعت لك حد يأذيك؟
ربنا سمح لك بأذية في فلوسك، في عيالك، في بيتك، إيه اللي حصل في قلبك؟ أول رد فعل هتفقع عينه ولا المسيح فيك راح وجهه وقال له الحقيقة من خلالك وحبيته ورحت شكرته علشان وراك اللي في قلبك؟ مش كده يسوع يقول احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، يعني اسبل لك انت واهلك او حد يعمل كده العنك يعني، وانت تقول لي ربنا يباركك. هو بس كده حاجه خارجيه؟ لا، شوف القلب فيه ايه. ما نخمش بعض، بلاش نفاق. عشان كده يسوع بيعمل ايه النهارده؟ بيروح يقيم لعازر. ها انا ذا افتح قبوركم واخرجكم من قبوركم يقول الرب، وبعدين واضع روحي فيكم فتعلمون اني انا الرب. يسوع بيعمل ايه؟ بيعرف بخبر صاحبه، كانوا اصدقاء هو العظم، وكان بيحب قوي البيت ده هو واللي فيه مريم ومارتا ولعازر، كان بيحبهم قوي، كان يروح يرتاح عندهم، حب يخش بيتهم، بيتهم كان مفتوح، ناس كانوا عايشين وعندهم بيت جميل ودايما مفتوح مش بس ليهم. معرفش مين زارك من امتى، معرفش فتحت بيتك لمين اخر وقت كان امتى، ولا لما بيجي هو وعياله بيلخبطوا والفازه الغاليه اللي جايه من استراليا ولا من ايطاليا خايف عليها لحسن هوب بالواد يشطها تقع تتكسر، فانا مش هفتح لهم البيت تاني. لحسن الطقم اللي جاي من فرنسا يحصل له مش عارف ايه، لا الناس دول بيضايقوني يعني البيت لازم يقعد شوية، لا لا كانوا بيعرفوا يفتحوا البيت والناس والإخوة والبارواسيان أهم من أي أوبجيه موجود في البيت، لأنهم عارفين يقدروا إن دول أغلى وأقيم من كل اللي عندي في البيت. اللي عندي في البيت جميل وحلو بس مش عشان يبقى متحف، وعلشان كان لكن عشان هما كمان يتمتعوا بيه وينبسطوا بيه، لانه اللي عندي مش ليا بس، اتعلمت ان ربنا يحررني من كل ما املك، مش كده انا حر مع ممتلكاتي، هي مش بس بتاعتي، هي بتاعتي وبتاعت الناس، فليهم الحق ينبسطوا بيها زي ما انا بنبسط بيها، واذا اتكسرت فداهم. مختلف الروح المسيحي في كل الاشياء. فمارتا ومريم بيفتحوا البيت وبيستقبلوا، ويسوع بيروح يرتاح. بس شوفوا رغم الصداقه عرف انه صاحبه اخو مريم ومارتا العازر عيان، راح يسعفه؟ ده احنا اصحاب، ده قول لي بس، ده لو كميل عرف ابونا عيان وعنده انفلونزا هيسيب العياده ويجي جري يشوف ابونا، صح كميل؟ عندك شك يعني؟ ما فكرش بالطريقه دي. الاصحاب هيعملوا كده كميل، احنا مش اصحاب قوي، الاصحاب هيعملوا كده. لكن يسوع بيعمل ايه؟ بيقعد يومين. طب مين يقول لي قعد ليه يومين؟ ايوه كميل، قعد ليه يومين ما يروحش،
ليه ما راحش على طول اول ما عرف صاحبه عيان؟ صاحبه ما راحش. طيب راح امتى؟ بعد ما مات واتدفن وبقي 4 أيام في القبر. بس هو في الوقت ده بيفتح موضوع مع التلاميذ ويقول ايه؟ اخونا لعازر نام. يجي توما يتريق، طيب نام، نروح نصحي من النوم. راح يسوع كده بقول لكم مات. يسوع بيفهم الموت ازاي؟ رقاد، نوم. مش كده حبايبي؟ العنبر كلمة سيمتيار، مقابر، يعني الترجمة الحقيقية بتاعت الكلمة عنبر. فاكرين عنبر الرهبات؟ لما كنتوا في مدرسة الرهبات في عنبر كده كبير يحطوا فيه سراير كده وكل واحدة تنام. اهو ده عنبر المقبرة، كل واحد ليه مكانه، لأنه لا موت في المسيحية ولكنه انتقال. اللي بيحصل انه يسوع بيروح اليهودية من تاني، وكان قبل ما يروح الناس عايزة تموته، عايزين يحدفوه بالطوب. فبيقولوا له التلاميذ هتروح ليه تاني اليهودية؟ ما انت كان الموقف كده بالنسبة لك هناك، ليه هترجع تاني؟ لانه بعد الاصحاح الحداشر ده على طول في انجيل يوحنا بيبتدي الام المسيح. انجيل يوحنا متقسم جزئين، ال21 اصحاح جزئين. اول جزء ال11 فصل الاولانيين عباره عن مقدمه للاصحاح للجزء الثاني اللي هو الام وموت وقيامه يسوع، اللي هو من 11 من 12 لغايه ال21. وال11 اصحاح الاولانيين بيتكلموا عن 7 علامات، 7 معجزات، واللي بيحصل النهارده مع العازر دي الـ7. ده عشان يقول لنا انه يوحنا شايف المسيح ازاي، اللي عمله الاول 7 معجزات بيخلصوا النهارده مع اقامه العازر عشان يبتدي الامه الحقيقيه. فاستنى عليه 2 اللي هما الفرق بين ايه؟ الصليب والقيامه. عشان كده هو بيحمل العازر معاه عشان هيخش معاه في موته وقيامته. عازر هيقوم في المسيح بالمسيح. عشان كده اخته لما بتساله انا بيقول لها هيقوم، بتقول له انا عارفه انه هيقوم في اليوم الاخير. لا انا هو القيامه والحياه، من امن بي وان مات فسيحيا، وكل من يحيا ويؤمن بي لن يموت ابدا. يعني يا اختي الحبيبه ويا اخويا الحبيب، النهارده يسوع واقف قدامك انت شخصيا يلي انت موجود هنا في الكنيسه، وبيشيل بيطلب من الكنيسه تشيل الحجر عن قبرك، وبيقول لك زي عازر تعالى بره، يعني كن نفسك، كن اصيل، كن حقيقي، ما تخبيش اللي في قلبك، ما تحاولش تظهر للناس بطريقة حسب الذوق والأخلاق، خليك على طبيعتك. بس اتعلم لو أسأت للناس تطلب المغفرة فورا، أنا آسف سامحوني أخطأت. تتعلم تتواضع بس تكون أصيل، تكون حقيقي، مش بتسمع لسه كلام بابا وماما. يكون فيك روح الله اللي يخليك تكون حر وبتعبر عن نفسك. ويسوع بيقول لك النهارده تعالى بره، اخرج خارجا، وانه لو انت ميت بتاخد روحي وتحيا بيا.
من آمن يحيا وإن مات فسيحيا، ومن يؤمن بي حتى وإن مات فسيحيا. الموت زي ما قلت لكم مرحلة انتقال، لكن الحياة في المسيح هي اللي بقية، هي اللي دايمة. وما فيش قيامة من غير ما تدوق القيامة دلوقتي في الحياة الأخوية بيننا وبين بعض. مش كده يا حبايبي؟ في حاجات كتيرة في الإنجيل ممكن تتقال النهاردة، لكن مش عايز أطول عليكم. بتمنى أن الرب يقنعكم بأننا قبور محتاجة تتفتح، محتاجين نطلع بره القبور ونكون على حقيقتنا، نكون في صراحة إحنا مين. ما ندورش على حب الناس لينا ولا نرضيها، ندور على إنه ناخد روح المسيح ونحيا بالمسيح، عشان اليوم اللي راح ننتقل فيه نكون بالملء معاه، والوقت اللي احنا قاعدينه هنا مع بعض نكون في ملء الشركة. أمين.